بيكم، أنا اسمي سارة، عايزة أقول لكم على أهم حاجة ممكن نحمي بيها نفسنا من الإنفلونزا وفيروس كورونا. أهم حاجة تغسلوا إيديكم بالمية والصابون كويس قوي بعد ما تكحوا أو تعطسوا، وبعد ما تخلصوا لعب، وقبل الأكل وبعده، وبعد ما تدخلوا الحمام ادعكوا إيديكم كويس وانتوا بتغسلوها بالمية، وحطوا صابون كتير. خليني أوريكم إزاي تغسلوا إيديكم صح. افتحوا المية وحطوا شوية صابون، وزعوا الصابون على إيديكم، ادعكوا بين الصوابع، ادعكوا ضوافركم، ادعكوا كف إيديكم، اغسلوا إيديكم كويس، ونشفوا إيديكم بمنديل أو فوطة نظيفة. ما تحطوش إيديكم في بقكم أو مناخيركم أو عينيكم، ولازم نهتم قوي بنظافة بيتنا وأوضتنا. كل فترة أهلي بيساعدوني أنظف لعبي. تنظيف اللعب بيقتل الجراثيم اللي بتخلينا نعيا. أهلي دايماً بينصحوني أكل كويس وأشرب مية ولبن وعصير وحاجات سخنة كتير، وكمان أنام بالليل بدري علشان النوم بدري بيقوي المناعة. ما ينفعش نقعد في أماكن زحمة وفيها ناس كتير خالص، ولو الجو برد لازم نلبس تقيل ونتدفى كويس. ما تقربوش من ناس بتعطس أو بتكح، ولو بتعطسوا أو بتكحوا حطوا منديل على بقكم ومناخيركم ورموه على طول في الزبالة. بس لو معكوش منديل اعطسوا وكحوا بالطريقة دي. وما تنسوش تحكوا لأهلكوا وأصحابكوا عن اللي اتعلمتوه في الفيديو ده. مشاهدينا اهلا بكم مره تانية، والحقيقه رجعنا مع حضراتكم مع فقره الصحافه. والحقيقه دايما فقره الصحافه بيكون معانا اخبار، هدفنا من تناول هذه الاخبار وتحليلها ان يكون في بعض الاخبار الغير واضحه لحضراتكم، بنحاول ان احنا نوضحها، بنحاول كمان نعرف الشان الداخلي بيمر ازاي. طبعا حضراتكم عارفين ان الايام اللي احنا بنمر بيها دي ايام محتاجه تكاتف كل الجهات، سواء الحكومه والوزارات وايضا المواطنين والافراد عليهم دور. فهنحاول ان احنا دايما بنناقش بعض الاخبار اللي بتخص طبعا فيروس كورونا اللي هو متصدر المشهد الايام دي، وكمان بيبقى معانا بعض الاخبار الاخرى اللي احنا هنتكلم فيها ونحللها مع حضراتكم. وبيساعدنا في تحليل الخبر معانا وجود الاستاذه هبه عبد العزيز الكاتبه الصحفيه. استاذه هبه منورانا ومشرفانا في استوديو صباح الخير. اهلا بحضرتك. يعني اسمح لنا احنا الاول، يعني حابين معانا مقاله لسيدنا الانبا ارميا الاسقف العام، حابين برضو يعني مقاله جميله جدا حابين برضو نعرضها على مشاهدينا. يا ريت مشاهدينا. الحقيقه نيافه الحبر الجليل الانبا ارميا الاسقف العام ورئيس المركز الثقافي الابتي الارثوذكسي الحقيقه كتب مقال جميل جدا في المصري اليوم، ممكن حضراتكم تتابعوها وتقروها، ولكن انا هقول لحضراتكم يعني عنوان المقال وبعض المقتطفات منها. زي ما حضراتكم شايفين قدامنا على الشاشه، استخدمنا قوتنا وأطلقنا عليها اسم السياسة، واختلسنا المالية العامة بذريعة النفقات الكبيرة. عنوان المقالة: ويل للقائلين للشر خيرا. تحدثنا عن عدد من الأوبئة الخطيرة التي اجتاحت العالم، ثم انتقلنا إلى فيروس كورونا الذي تفشى بتسارع عجيب في العالم، حتى إن عددا من الدول أعلن حظر التجوال وأغرقت المطارات وجميع بيوت العبادات في أنحاء المعمورة. أما عن وصول ذلك الوباء إلى هذا المستوى من الحدة والتأثير، يحمل في احتياطه رسالة إلى العالم من أجل الشرور التي اجتاحه. وعامة نعلم أن الله غير مجرب بالشرور، ولكنه يسمح بحدوث الشر الذي هو نتاج أعمال الإنسان الشريرة. فيذكر الكتاب: لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. وقد وصلتني هذه الرسالة الأسبوع الماضي في كانساس بالولايات المتحدة الأمريكية في افتتاح اجتماع مجلس الشيوخ. طلب من الوزير إلقاء خطاب، فتوقع الجميع شيئا معتادا، لكن لم تسمع منه سوى كلمات قال فيها:
أيها الأب السماوي، نقدم أنفسنا أمامك لنستغفرك ونطلب إليك أن تعطينا حكمتك وإرشادك. نحن نعلم من كلمتك أنه ويل لمن يصف الشر بالخير، كما جاء في الكتاب ويل للقائلين للشر خيرا، لكننا فعلنا ذلك، فقدنا توازننا وقيمنا الروحية، أهملنا كلمتك الحق وسميناها التعددية، عبدنا الأصنام وأطلقنا عليها لقب اختلافات ثقافة، قبلنا الانحراف وسميناه البديل، أهملنا الفقراء وسميناه بالقدر أو الحظ، روجنا للكسل وسميناه الترويح عن النفس، أجهضنا أطفالنا وأطلقنا على الإجهاض قانون الحق في الاختيار، دعونا إلى الإجهاض باسم عدم القدرة على الإعالة، فشلنا في تأديب أولادنا وأطلقنا على الفشل تنمية الشعور بالاستقلال، استخدمنا قوتنا وأطلقنا عليها اسم السياسة، اختلسنا المالية العامة بذريعة النفقات الكبيرة، أطفينا الطابع المؤسسي على الرشوة وأسميناها الكريز على الكعكة، اشتهينا ما ليس لنا وأسميناه الطموح، وأيضا انتهكنا قيم أسلفنا وأطلقنا على هذا التطور والتنوير. ندعوك أن تتدخل وتسكن قلوبنا، طهرنا من كل خطيئة وحررنا منها، أمين. وطبعا يعني لسه في تكملة للمقال، مقال جميلة جدا بنشكر عليها سيدنا الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وممكن حضراتكم تتابعوها على جريدة المصري اليوم بعنوان ويل للقائلين للشر خير. بنرجع لحضرتك يا استاذ هبه، وطبعا يعني فعلا ويل للقائلين للشر خيرا. احنا طبعا بنمر بازمه دلوقتي مش سهله، ومش مصر بس اللي بتمر بيها، ده العالم كله. قبل كده كان ممكن نلاقي ازمه تمر بيها بلد معينه، كنا بنتابع بس من بعيد، بنشوف الوضع عامل ازاي، ممكن يبقى عندنا حبه قلق ان الموضوع يجينا او كده، لكن دلوقتي كل العالم وكل الدول كله عندهم هذا الوباء، وربنا طبعا يعني يعدي على خير. فلو حبيت حبه يعني تعلقي على هذا المقال الجميل، طبعا طبعا مقال بنبعت الامل كده للناس يعني بالظبط. يعني الحقيقه المقال مهم جدا جدا، ومقال الحقيقه رائع، ما بيخاطبش الحقيقه دين معين، يعني هو بيخاطب الانسانيه. وخلينا نقول انه الاديان بصفه عامه، وخاصه الاديان السماويه الثلاثه، يعني نختلف في الطقوس، يعني نختلف في الطقوس، ولكن احنا بنتفق على مبادئ الحب والسلام والمحبه ونشر الخير. فالحقيقه الانبا يعني تحدث، يعني تحدث حديث القلب. عجبني جدا الفكره في المقال، انه يمكن الماديه هي اللي طغت على العالم خلال الفتره اللي فاتت، وطغت بشكل يعني يمكن احنا شفنا مساوئه، ويمكن كنا بنتابع امبارح الاحداث الحقيقه بالنسبه للاتحاد الاوروبي وبعض الدول اللي هي اسقطت العالم، تخلي بعض الدول عن بعضها في الأزمة اللي شفناها دي. فشفنا قد إيه أنه يمكن النظام الرأسمالي ليه العديد من المساوئ، والانخراط في المادية والبعد عن الروحانيات أكيد عمره ما يعني هيؤدي إلى تقدم أبدا في العالم. فالحقيقة المقال يعني مغزاه رائع جدا، ويعني في دعوة زي ما كنت بتقول لسه يوسف، أنه في دعوة للأمل، دعوة للتفاؤل، دعوة لرجوع الإنسان للروحانياته، لأنه الإنسان لما بيتخلى عن ده أو بيبعد عن ده بس، وبيبقى زي الآلة اللي كل يوم بيصحى بيشتغل بيدور على المادة فقط، مش بيكسب حاجة، بالعكس يعني ولا هو ولا العالم ولا الإنسانية، كله بيبقى خسران. مظبوط كلام حضرتك فعلا، وزي ما حضرتك اوضحتي، واحنا كمان يعني بنؤكد على هذا، وكمان المقال كان بيقول كده لنيافه الانبا أرميا. الحقيقه طبعا ربنا سمح ان العالم كله او الاشخاص ذات نفسهم ينتبهوا للاساس اللي هو الحاجات اللي تربينا عليها، ان طبعا ينظروا لربنا اولا واخيرا، وكل الفضائل والحاجات الحلوه اللي ربنا بيدهنا ان احنا نمشي عليها، المحبه وان احنا نراعي الاخرين، ان احنا نهتم بمعضينا، وان احنا دايما نعمل كل السلوكيات الصح. فربنا سمح بالوباء ده صحيح، وخطر، وخلى العالم كله يعني يلتف ويقف على رجل واحده زي ما بيقولوا، ولكن ربنا سمح ان احنا عشان ننظر للبدائيات، ننظر للاساس اللي احنا موجودين في العالم عليه. مشكورك جدا. لو تسمح لي بس ليا تعليق، لانه يمكن احنا كنا شفنا حتى كبرى الدول او الدول اللي بيتقال عليها دول متقدمه يعني ما بين قوسين،
للأسف ما شفناش يمكن زي روح تعاون أو محاولة لمساعدة الإنسانية، وإحنا شايفين أنه بمئات الألاف بيموتوا والموضوع يعني صعب جدا. ويمكن شفنا مصر رغم كل التحديات الصعبة جدا جدا والتركة الثقيلة جدا جدا، إلا أن هي يعني شفنا كانت بتبعت مساعدات لبعض الدول دي، والحمد لله أنه يعني بجد قدرت ان هي يعني تثبت بدور مشرف وشكل مشرف جدا للانسانيه كلها، وبتثبت في ده انه يعني احنا المفترض ان احنا مش مصنفين من اغنى دول العالم ولا حتى يعني في المتوسط، ولكن الحمد لله انه احنا قادرين ان احنا نثبت برضو انه يعني المحبه والخير والسلام اقوى بكتير من الماديات، وممكن ان هم يقدروا يتغلبوا عليها. أنا كلام حضرتك مظبوط، وكمان يعني الوضع خلى كمان ان مش بس يكون في بقى دول متقدمه، لا كلنا حاليا في هذا الوباء كلنا متساويين، حتى احنا كاشخاص كمان الوباء ده ما فيهوش بقى حاجه اللي هو انا معايا واسطه تخلصني من الوباء ده، انا معايا فلوس اقدر اغلب بيها، ما فيش حاجه زي كده خالص، كلنا متساويين، ولا بينفع معاه ولا مال ولا فلوس ولا واسطه ولا سلطه ولا اي حاجه ولا اي حاجه، ربنا سمح بده عشان فعلا نحس بالوضع ده. بالضبط، وانه الطبقيه اللي انتشرت خلال الفتره اللي فاتت جدا وانتشار يعني بعض مساوئ برضو العولمه خلى ناس كتير تشعر انه الكثير جدا هم الفقراء وشويه بس هم الاغنياء اللي بيقدروا ان هم يستمتعوا بالحياه والنظم الصحيه في الدول. يمكن احنا شفنا انه افضل النظم الصحيه على مستوى العالم يمكن هي اللي للاسف يعني هي اللي فيها اعلى نسبه للاصابات والوفيات، ويمكن احنا برضو هرجع تاني اقول مصر، لانه الحقيقه مصر بجد بتضرب في المشهد ده قدام العالم كله امثله، يعني الحقيقه امثله مهمه جدا سواء على مستوى الاعلامي او على مستوى حتى النظام الصحي بتاعنا. يعني احنا برضو مش مصنفين من افضل النظم الصحيه على مستوى العالم، لكن لما تيجي تبص لعدد الاصابات او الوفيات الحمد لله احنا محققين. الصحه فعلا بتحاول تعمل كل ما بوسعها يعني، واحنا شايفين ده، وان شاء الله يعني واحدة كده لغاية عندي الأزمة بإذن الله، ونتمنى إن شاء الله يا رب أنه الإنسانية يعني كلها بجد تتخلص من هذا الوباء يعني في القريب العاجل، لأنه احنا واصلين برضو النسب يعني لحد كبير على مستوى العالم سيئة. يمكن عندنا في مصر النسب الحمد لله احنا يعني حاليا في السيناريو، ما دخلناش على السيناريو الثالث يعني بحسب منظمة الصحة العالمية، وإن شاء الله بننظر لكل العالم وبنشوف وبرضو بنحرص عندنا يعني عشان طبعا، والحمد لله القيادة والحكومة المصرية أخدى احتياطاتها وحط كل يعني كل الاحتمالات برضو لا قدر الله. يعني الحقيقة بنشكر جدا نيافة الحبرجي الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بنشكر نيافتك على هذا المقال، وتابعوا هذا المقال على مصر اليوم بعنوان ويل للقائلين للشر خيرا. طيب مشاهدينا ننتقل للخبر اللي معانا، الرئيس السيسي يجتمع بمدبولي ووزراء الدفاع والخارجية والري والمخابرات العامة. اجتمع رئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسيد سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف على مستوى الدولة بالنسبة لجهود إدارة عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وما يتعلق بذلك من اتصالات جارية على المستوى الخارجي للتشاور بشأن الإجراءات الدولية التنسيقية في هذا السياق. طيب يعني أستاذ هبة، طبعا احنا شايفين فعلا في جهود مبذولة بشكل كبير جدا من قبل الحكومة، وطبعا على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مبادرات جميلة، في قرارات حلوة من بعض الوزارات، وزارة الاتصال، وكان النهاردة معنا خبر وزارة الكهرباء، ففي يعني تضافر جميل جدا ما بين الوزارات والحكومة للتغلب على الأزمة، فيعني تعليق حضرتك على هذا. طيب أنا حابة بس أضيف كمان يعني زيادة عن اللي حضرتك ذكرته، إنه يعني الحقيقة الحكومة بتتابع ده باهتمام شديد جدا، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات للمواطنين واستمرار عملية الإنتاج بشكل كامل، وخاصة فيما يتعلق بالجزء اللي خاص بالسلع اللي يعني السلع الضرورية اللي المواطن بيحتاجها، وكمان المواد الزراعية. فهنا في تنسيق كمان ما بين وزارة الزراعة الحقيقة ووزارة الري في الجزئية دي علشان تفضل السلع دي متوفرة، وان المواطن ما يحسش انه طبعا، لانه احنا عارفين انه يعني في أزمة، يعني احتمال كبير انه العالم يتعرض لأزمة خاصة بموضوع الغذاء، فمصر بتحاول ان هي تسيطر على الموضوع ده، ويمكن الرئيس الحقيقة ظهر في اكتر من مرة ورئيس الوزراء وطمئن يعني طمئن الشعب انه الحمد لله احنا في عندنا ما يكفينا يعني خلال الفترة اللي جاية، فلانه طبعا انت عارف انه
في ترويج إشاعات خاصة بالموضوع ده بيثير ذعر وبيخلي الناس إن هي قلقانة وخايفة. لكن الحقيقة يعني الاجتماعات اللي من النوع ده كمان والإعلان عن أهدافها والإعلان عن التنسيق اللي حصل ما بين الوزارات بشفافية للمواطنين ده بيطمنهم وبيخليهم يعني حاسين بأمان إلى حد كبير في ظل الأزمة طبعا اللي احنا بنعيشها كلنا. فعلا زي ما حضرتك قلتي، وكمان احنا برضو عايزين يعني نطمن مواطنينا. يعني هو الحقيقة المواطنين لما شافوا يعني الدول الأخرى يعني حصل فيها الأزمة بشكل كبير وبدأوا يعني يروحوا للأسواق ويبتدوا ياخدوا الحاجات منها، فطبعا المصريين هنا يعني قلقوا والمواطنين قلقوا فحبوا. لكن احنا طبعا بنطمن حضراتكم، وزي ما الأستاذة هبة قالت ان اللي عندنا المخزون كبير وعندنا الحاجات موجودة بخير وبكثرة الحمد لله، فكل واحد ياخد احتياجاته عشان غيره ياخد عشان غيره ياخد، وفي نفس الوقت في يعني تطمين جدا كل يوم من قبل الدولة بان الحاجة موجودة وان شاء الله الخير يبقى اكتر واكتر. يعني بالضبط فيعني خلينا احنا كنا بنتكلم عن الانسانية في بداية الفقرة، فخلينا نقول انه مش من الانسانية انه احنا حتى حاليا دلوقتي ان احنا نحاول نخزن وما فيش ما يدعو اصلا لكده، يعني فده هيؤثر على الاقتصاد بشكل سلبي. فيعني خلينا بالضبط. انا بس حابة كمان في يعني خلال الاجتماع ده كان طبعا برضو بالتنسيق مع الهيئة وزير الدفاع والمخابرات العامة، كان في برضو تنسيق في إطار حماية حدود الدولة والجهود الخاصة بالإرهاب، يعني مش بس الجهود اللي هي الخاصة بمكافحة فيروس كورونا أو توفير السلع والخدمات، ولكن يعني مصر على جميع الجبهات هي يعني بتحارب بجد، ويعني لأنه احنا بنتعرض بجد الحرب وجود، والحمد لله قادرين ان احنا نثبت يعني نسبة نجاح كبيرة جدا جدا يا رب ان شاء الله. طيب اسمح لنا ايضا استاذ هبه ننتقل لخبر اخر. مشاهدينا الخبر اللي معانا بعد كده من جريده اليوم السابع، رئيس الوزراء يعقد اجتماعه الثاني خلال اسبوع مع المحافظين. مدبول يؤكد على الالتزام الصارم بالحظر وعدم اعاقه حركه الشاحنات وعمل المصانع بكامل طاقتها ومتابعه صرف المعاشات وشرائح الانترنت للطلاب، وده كان بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام. طيب أستاذ هبة، وأيضا يعني الـ 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 الخبر ده معانا فيه كذا نقطة. أولا طبعا يعني بنشدد دايما احنا لسه الحظر يعني موجود، وعايزين نوضح لمشاهدينا ان برضو مش كل الناس يعني ما قبل الحظر اوكي ينزلوا اللي حابب يجيب احتياجاته، وبرضو ما قبل الحظر اللي ما عندهوش شغل برضو ما ينزلش إلا للضرورة القصوى. لكن طبعا أول ما يبتدي الحظر ما فيش طبعا كلام من ده، ولكن في بعض الاستثناءات عشان الناس تبقى عارفة. لو لقيت مثلا عربيات ماشية في الشارع، في ناس مسموح لها أنها تمشي زي الشاحنات ونقل البضائع. الحاجات دي برضو عايزين نوضحها. تمام، هو احنا بس عايزين نلفت نظر الناس لحاجة، هو الحظر مفروض مش عشان قبل الحظر أحاول أن أنا أخرج كتير وأجري وأخلص كل مشاويري، لا خالص إطلاقا. احنا عاملين الحظر عشان نقلل الاحتكاك، لانه الحقيقه الفيروس بيتنقل يعني احنا كنا بنسمع مثلا عن الايدز عن الايبولا، الحاجات دي كلها كانت بتنتشر بطرق صعبه شويه، عن طريق الاتصال الجنسي، عن طريق نقل الدم، لكن ده فيروس بينتشر عن طريق النفس، عن طريق الرذاذ، عن طريق اللمس. فاحنا الحظر الدولة فرضته علشان انه الناس تحاول تقلل تواجدها في الشارع. فاللي فاهم انه هو بيحاول انه هو يخرج قبل الحظر ويكون متواجد او يستمتع، يعني الحقيقة كلنا يعني مش بس الناس قاعدة، كل الناس قاعدة ومتضايقة، بس احنا لازم نستحمل الوضع ده. وطبعا الحمد لله الاعلام بيحاول يقدم مادة يجذب بيها الناس، وفي حاجات كتير نقدر ان احنا نعملها ونستفيد منها على المستوى الانساني يعني في خلال القعدة دي. لكن اللي انا حابة اقوله بس انه يعني مش معنى الحظر خالص ان احنا بننزل وبنكثف تواجدنا، لانه ده برضو بيزيد من انتشار العدوى. ويمكن احنا كمان العشر ايام او الخمستاشر يوم اللي جايين دول هم يعني اخطر 15 يوم، زي ما كل الدكاترة اعلنوا انه دي اللي هو يعني الفيروس هيوصل فيها يعني للحد الاقصى او في انتشار العدوى. فكل ما هنقعد في البيت وكل ما هنلتزم بالحظر كل ده ما هيكون مفيد لينا طبعا جدا يعني. ولكن زي ما اشرت برضو انه في بعض الإجراءات يمكن أو في القرارات اللي اتخذها رئيس الوزراء في الاجتماع مجلس المحافظين اللي هي الخاصة بسيارات الشحن، الخاصة بعدم توقف أبدا للمصانع، ف
دي المفروض ان هي بتسمح ليها ان هي بتمشي علشان تيسر الاحوال بالنسبه للمواطنين. وكمان في يعني كان معانا ايضا مداخله قبل كده ان المصانع كمان عملوا ورديه ثالثه علشان تعرف حضرتك ان الضغط دلوقتي على البضائع طبعاً بقى بالضعف طبعا واكثر من الضعف كمان أكيد. فطبعا بيبقى في انتاج ونسب أكثر. المفروض كمان الموظفين او التشغيل بقت اقل فعشان كده هم يمكن زودوا الورديات علشان يحاولوا يعوضوا النقص ده. مزبوط. تمام. ويمكن كان يعني انا لفت نظري برضو في الاجتماع ده الحقيقه شيء مهم جدا وهو انه تم عن طريق الفيديو كونفرنس وده يعني ده برضو اللي يعني بيبان انه كان في ناس الحقيقه كتير كانت بتنتقد برضو انه يعني مش وقته دلوقتي ان احنا نهتم بالتكنولوجيا الحديثه احنا دلوقتي ده اهم حاجه التكنولوجيا المفروض كلنا نتعامل بالفيديو كونفرنس. كان يعني كان من فتره لو تفتكر في نقد شديد جدا للحكومه وليه هي مهتمه وليه بتستثمر في ده ومش وقته دلوقتي احنا عندنا حاجات تانية اهم. فيمكن دلوقتي احنا اكيد شايفين انه يعني ده حاجه من الحاجات المهمه دلوقتي ان احنا يعني بالظبط نتواصل من خلالها ويمكن ده كمان يعني انا شايفاه مهم جدا فيما يخص بقى التعليم يعني يمكن نجي له برده في خبر من الاخبار يعني انه حاليا دلوقتي الطلبة هم بيتواصلوا من المدرسة عن طريق الانترنت. مظبوط كلام حضرتك. طيب يعني زي ما حضرتك قلتي ان هم مثلا كانوا بينتقدوا حاجة زي كده بس حاجة زي كده دلوقتي هي دي المفروض تحصل يعني في كل الامور يعني حتى لما كنا بنتكلم في بعض المداخلات ان بقى في دلوقتي التعامل الكترونيا في دفع الفواتير ودفع كل حاجة كلها طبعا بالظبط وده يعني ده الحقيقة شيء مفيد جدا اولا بيبين انه يعني احنا بنواكب العالم الحديث دي من ناحية تانية انه يعني بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ناخد اجراءات الحمايه في التعامل مع الازمه بالطريقه دي ويمكن كمان يعني الحقيقه الوزاره نشيطه جدا لانه ده الاجتماع الثاني في خلال اسبوع واحد فرئيس الوزراء بيحاول ان هو يلقي نظره على جميع المحافظات هي ماشيه ازاي ويمكن الحقيقه في لفتات جميله جدا من بعض المحافظين يعني خليني اذكر لك كده مثال على ذكر الخبر الحقيقه محافظ اسكندريه امبارح تحديدا او اول امبارح كان بيقوموا بتوزيع بعض السلع الغذائية والضرورية على العمالة اللي هي الغير المنتظمة والحقيقة كان في لفتة جميلة جدا انه ده بيتم توزيعه بالليل وبدون تصوير زي ما احنا اعتدنا انه ده بيحصل فالحقيقة لفتة انسانية جدا ويعني فيها احياء لقيم حلوة احنا كنا مفتقدينها فعلا زي ما حضرتك بتقولي ساعات بيحصل من الازمه حاجات كويسه بنشوفها فهو ده اللي احنا فعلا شايفينه الفتره دي ان رغم ان في وجود ازمه لكن في بعض الامور الحلوه اللي اتغيرت للافضل اللي نستمر عليها بعد كده مبادرات الحقيقه وحاجات يعني رائعه جدا بجد من الشعب المصري يعني في ده وفي ده بس في بجد حاجات حلوه جدا بنشوفها يا رب نستمر ان شاء الله يا رب. اسمح لنا ننتقل لخبر اخر مشاهدينا الخبر اللي معانا بعد كده من جريده المبتدأ رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره الكيني حول تطورات ملف سد النهضة. استقبلت وزيرة الخارجية الكينية سفير جمهورية مصر العربية حيث قام بتسليم الوزيرة الرسالة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه الرئيس الكيني حول تطورات ملف سد النهضة. الحقيقة أستاذ هبة طبعا يعني احنا يعني طبعا المتصدر المشهد دلوقتي وكل العالم بيتكلم عليه وطبعا احنا لو اتكلمنا على مصر طبعا إجراءات وتجديدات وقوانين وحاجات كتيرة جدا على فيروس كورونا ولكن طبعا ده يخلينا ما ننساش الملفات الأخرى ويعني ملف سد النهضة ده احنا بنتكلم عليه من سنين وفي ناس كانت قبل موضوع انتشار فيروس كورونا كان في ناس متخوفة والشح المائي وجفاف حاجات من هذا القبيل فطبعا مش عايزين يعني ننسى طبعا السد انا بنحاول يعني ناخد من المواضيع كلها فطبعا اي حياتك تطورات سد النهضة دلوقتي الحقيقه يعني انا عايزه الفت النظر برضو تاكيدا على كلامك ان احنا كنا لسه بنتكلم على اجتماع سياده الرئيس بمجموعه الوزراء كان منهم وزير الدفاع والمخابرات العامه ده كان لتامين حدود المصريه ومكافحه الارهاب يعني قصدي ان احنا مش ناسيين في ظل الازمه الصعبه جدا اللي بتجتاح العالم كله انه الملفات المهمه اللي منها طبعا سد النهضة الحقيقة طبعا كان في سيادة السفير خالد الأبيض كان بيوصل رسالة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزيرة الخارجية الكينية كان بيطلعوا فيها الحقيقة على الجهود اللي مصر بذلتها خلال الفترة اللي فاتت في محاولة التوصل لاتفاق يعني
يعني يصب في صالح الأطراف الثلاثة اللي هي طبعا مصر والسودان وإثيوبيا. وعايزين بس نفكر الناس برضو أنه كان الحقيقة يعني قبل ما الأزمة تكتحل العالم أزمة انتشار فيروس كورونا، كان تم عقد في شهر 2 اللي فات وتحديدا يوم 14/2 كان في الاجتماع اللي تم عقده في واشنطن اللي هو كان ضمن مسار واشنطن لوضع يعني اللي هو تصور نهائي أو شكل نهائي للاتفاق اللي طبعا مصر بذلت الحقيقة فيه جهود كبيرة جدا جدا خلال الفترة اللي فاتت، وكان برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبرعاية أيضا البنك الدولي، وتم خلاص التوافق على شبه صيغة نهائية. وكان المفترض أنه بعد كده قعد بعض الخبراء القانونيين والفنيين قعدوا بعدها حوالي 4 أيام للتوصل لصيغة نهائية، وكان المفروض أنه يعني الإعلان عنها خلال آخر الشهر ده، لكن على ما يبدو أنه طبعا بسبب الأزمة وبسبب أنه الجهود حتى الدولية يعني مش تقصير من مصر، ولكن الجهود الدولية طبعا احنا شايفين أمريكا الأعداد وصلت فيها تعدت 100,000 أعتقد وإحنا قاعدين النهاردة، فأعتقد أنه هي مركزة أكتر في موضوع كورونا. فالحقيقة يعني التوصل للصيغة النهائية اتأخر شوية، ولكن احنا مش ناسيين هنا في مصر ده. وأنا بس أحب أأكد على أنه كان في أطمن الناس أنه الحقيقة كان في بعض البنود الهامة جدا بفكرة ملء السد وتشغيله، ولكن احنا اللي يهمنا أكتر من كده هما نقطتين: النقطة اللي خاصة بفض المنازعات، والحقيقة برضو النقطة الخاصة بفض المنازعات دي كان محطوط لها يعني بعض البنود الحاسمة من حيث التزام الأفراد بها، وأنه يكون في جهة حازمة أو حاسمة بتحسم الأمر. دي من ناحية. الناحية الثانية الحقيقة كمان أنه كان في شيء مهم خاص بتشغيل السد أو تخفيف تشغيله في الأوقات اللي بيكون فيها جفاف، لأنه احنا عارفين احنا بنعتمد على مياه النيل بنسبة 98%، ولا قدر الله أي يعني اي حاجه هيحصل فيها مشكله في الموضوع ده، فيعني طبعا يعني الرئيس قالها قبل كده، يعني قال انه لا مساس، ما ينفعش ان يكون في ابدا اي حاجه. وفي نفس الوقت احنا مش ضد ابدا انه يحصل تنميه في اي دوله، بالعكس يعني. فالحقيقه الاتفاق او الصيغه اللي مصر توصلت لها هي بتصب في مصلحه الجميع، اللي يحفظ لنا حقنا في حصه مصر من المياه، الحصه التاريخيه طبعا اللي يعني مثبته بعدد كبير جدا من الاتفاقيات، وايضا انه اثيوبيا ليها طبعا في يعني احداث تنميه وشعبها طبعا. مظبوط كلام حضرتك فعلا، واحنا زي ما بنؤكد ان احنا رغم ان احنا مهتمين جدا وهو ده المتصدر وهو ده الاهم في الفتره اللي احنا فيها دي، ولكن برضو ما يخلاش ننسى الوضع الاخر. واحنا طبعا اذا كنا بنناقش حاجه زي كده، ولكن الحكومه عارفه كويس ان في اهتمامات بجانب التحديات اللي بتعملها في فيروس كورونا، طبعا في اهتمامات تانية طبعا لا يمكن ملفات حيويه جدا لا يمكن، احنا مطمنين يعني بالضبط جدا يعني الحمد لله. ويمكن كمان يعني الحقيقه الاجتماع اللي تم في واشنطن اللي كان في شهر 2 اللي فات، الاجتماع ده كان مهم جدا جدا، لانه يعني تقريبا خلاص هو يعني ملزم لجميع الاطراف، يعني عكس يمكن كان الفتره اللي قبلها كان في حصل بعض يعني بعض المشاكل، لكن خلاص ده بس مستنيين ان تصدر الصيغه النهائيه له. هنشوف طبعا الفتره اللي جايه دي، وان شاء الله كده يعني الخير لكل الاطراف. طبعا احنا مش عايزين يعني نبقى انانيين زي ما بيقولوا، لكن هيبقى لكل الاطراف ان شاء الله خير. وزي ما حضرتك قلت كده ان مصر ما ينفعش تفرط في نقطه واحده بس أكيد من الميه عندها، وان شاء الله يعني دي حقوق تاريخيه يعني ومثبته بالقانون. وفي نفس الوقت يعني الحقيقه يعني مصر دايما بيبقى يعني عمرها ما كانت معتدية على أي حق أبدا، وحتى في طول تاريخها عمرها ما اعتدت على أي دولة، دايما هي يعني بتبقى رد فعل بس اللي المعتدين عليها، أو إن هي حتى يعني يوم ما بتقوم بتحمي بس حدودها مش أكتر يعني ولا أقل، وده من حقها طبعا إن هي تعمل كده أكيد. والحقيقة الخبراء الفنيين والخبراء القانونيين يعني من مصر بذلوا مجهود الحقيقة كبير جدا جدا، وزي ما بقول لك يمكن النقطة اللي هي خاصة بملء السد في فترات الجفاف هي دي اللي كانت مهمة جدا بالنسبة لنا، وحتى إحنا نجد ضدها تماما، بل بالعكس يعني احنا حاولنا نتوصل لبعض الحلول الدبلوماسيه اللي هي بتقول ان احنا تخفيف تشغيل السد في الاوقات دي. مظبوط كلام حضرتك فعلا، وان شاء الله نرى يعني في الفتره اللي جايه كل الامور محلوله ان شاء الله بالنسبه لموضوع سد النهضه، وايضا كمان بالنسبه لموضوع فيروس كورونا ينتهي على خير يا رب ان شاء الله. وانا حابه برضو انه يعني نطمن الناس يعني واحنا كده على الصبح، لانه للاسف يا استاذ يوسف يعني شائعات كثيره جدا جدا، لكن برضو احنا عايزين نقول انه الحقيقه الحمد لله برضو انه يعني
الوزارات بقى فيه سرعة في إصدار البيانات، وده بيطمن الناس والإعلام بيتناولها وبيقولها، فبدأ يبقى فيه ثقة أكتر، وبدأ بدل ما كان يعني المواطن بيحاول يستقي معلومات أو بيانات من السوشيال ميديا أو من يعني الحقيقة بوابات مرئية أو مسموعة أو مقروءة، بالظبط بيكون يعني ميثاقش وراها. بالظبط، فأصبح الإعلام بيقدم دور يعني الحقيقة كويس جدا، وبيرسي قواعد الثقة ما بينه وبين المواطن. ان شاء الله، ودايما كده يبقى كل الخير لمصر الفتره اللي جايه ان إن شاء شاء الله. الله. احنا للاسف وقتنا خلص، ولكن يعني بنشكر حضرتك على تحليلك للخبر معانا، وحاولنا بقدر الامكان ان احنا نوضح بعض النقاط المهمه لمشاهدينا، وان شاء الله الخير كله لمصر، وينتهي هذه الازمه على خير لينا وللعالم كله يا رب ان شاء ان الله. شاء الله باذن الله للانسانيه كلها. وصباح الفل عليكم، صباح الخير. شكرا. مشاهدينا بنشكر جدا الاستاذه هبه عبد العزيز الكاتبه الصحفيه. مشاهدينا الحقيقه يعني الفقره الاخيره اللي معانا، زي ما قلت لحضراتكم في اول الحلقه، احنا لما بيمر في ازمه في البلد بيبقى فيها طرفين، الطرف اللي هو المسؤولين والحكومه والقائمين على يعني طبعا الوزارات وكل ما يعني تحمله، والطرف الثاني هو المواطن. فاحنا في الفقره الجايه هنتكلم عن دور المواطن في الازمات. اكيد كل واحد لينا ليه دور، وخصوصا الازمه اللي احنا بنمر بيها دي احنا لينا دور كبير قوي جدا. هنحاول ان احنا نعرف دور الفرد في الازمات من خلال الفقره القادمه. هيكون معانا في الفقره بتشرفنا دكتوره جيهان النمروسي، استاذ علم النفس ومستشاره اسريه ونفسية. خلونا نطلع فاصل ونرجع مع آخر فقرة في حلقتنا النهاردة، خليكم معنا.